يوتيوبرز كثير ومنهم يوتيوبر سعوديين، وان شاء الله احتمال يكون في مقطع لي مع يوتيوبر سعودي معروف مره راح ينزل في قناته. ما راح اقول لكم ايش اسمه او مين هو عشان ما بخرب المفاجاه. طيب اوكي، كم عمرك؟ عمري 21 سنه. اوكي، هل راح ترجع تعمل نظريات تدمر طفولتك؟ المقطع اللي بيجي هو راح يكون اصلا نظريات تدمر طفولتك، يعني اكيد اكثر حاجه انت تحبونها في القناه هي نظريات راح تدمر طفولتك، فنظرياتي راح ترجع بشكل جديد، بشكل ارهب، بشكل احلى، وان شاء الله انها راح تعجبكم باذن الله. بس التصوير صورته هنا في الهوتيل، لانه يعني انا مو في بيتنا ولا شيء، ما اقدر اسوي حاجه ولا اغير سيت اب واسوي سيت اب مدري ايش، فصورته هنا في الغرفه. بس لا، كمحتوى يعني رهيب، يعني زي قبل واحلى بعد، والكراتين اللي راح اتكلم عنها رهيبه، وفي فئه جديده من الكراتين بعد كثير ناس كانوا يطلبون منها، هذه كنت مخطط لها لرجعت بعد سديم اني احطها بعد سديم. فيا اوكي، خلينا نشوف. طيب متى؟ قريب قريب مره 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 قريب. اوكي، في سؤال هنا، في سؤال هنا ما ادري اجاوب عليه ولا لا، خلينا نجاوب عليه يلا. هل فكرت تنسحب من سديم؟ ايوه فكرت انسحب من سديم، بس الحمد لله اني ما انسحبت وكملت الى السيمي فاينل. بس ايه، كم مرة فكرت انسحب؟ يمكن مرتين بس فكرت انسحب، لان يعني ستريس، يعني توتر وضغط لدرجة ما تتخيلونها، توتر جدا قوي. يا جماعة الناس اللي يسألون على تعرف اليوتيوبر بندرتا، هو يوتيوبر المفضل، هو الشخص الوحيد اللي ممكن يخليني اضحك حتى لو كنت مرة يعني متضايق. مين اللي تحب تشتغل معاه بالمستقبل؟ بندرتا، بعد اعشق بندرتا مره، بس سمعت انه مريض الفتره هذه، فادعوا له يا جماعه انه يتشافى، مع انه هو ما يعرفني وما يعرف مين انا اصلا، وما يعرف ان انا موجود في الحياه اصلا، بس يعني تقدرون تسيفون اللايف ترسلون لبندرتا، يعني ما اتوقع انه بيشوف اصلا انه تعبان، اتوقع تارك السوشيال ميديا. بس احب بندرتا وبراء صديقه والمكسيكي كلهم اتابعهم مره يعني على اليوتيوب. اوكي والله في سؤال يضحك، واحد كاتب كم لك سنة وانت تصلي؟ والله سؤال غريب. اوكي سؤال حلو، مين شجعك تدخل سديم؟ اقدر اقول لكم ان ما في ولا شخص اصلا شجعني اني ادخل ان اقدم على سديم، ما في ولا شخص ابدا شجعني، حتى أهلي يعني شجعوني كثير، أمي وأبوي شجعوني كثير في السوشيال ميديا، اليوتيوب وكذا، مرة مرة يشجعوني، بس بالنسبة للسديم يعني ها شوي يقولون روح، شوي يقولون لا تروح، يعني وصلت المرحلة أني كنت أصلا ما بجي السديم، يعني كنت لما قالوا لي أن أنا انقبلت كنت ما راح أجي السديم، بس الحمد لله ان اهلي وافقوا وجيت، لان انا ادرس في الجامعة واضطريت اني اوقف سمستر عشان اجي سديم يعني، وعلى حظي جات سالفة كورونا ومدري ايش، فالحمد لله استغفر الله جبت العيد اشتغل الحمد لله، اقصد يعني خيرة والله جبت العيد. هل الشهرة غيرت حياتك وهل انت طفرة؟ الشهرة غيرت حياتي، اي الشهرة غيرت حياتي للافضل. هل انا طفرة؟ كل شخص في الحياة هو طفرة اصلا، بس لازم تظهر الطفرة التي بداخلك. وين خضراء؟ خضراء موجودة هنا، ما يخلق قوم اطلعها. مين كنت تتوقع يفوز؟ ولو الخيار كان بيدك مين كنت حتفوز؟ اذا تقصدون من الاربع الفاينلست اللي كنت اتوقع انه يفوز هو سامي، اكثر واحد كنت اتوقع يفوز سامي او خالد، هم الاثنين، بس اللي كان ودي يفوز من الفاينلست يعني هشام هو اللي كان كنت ابغى يفوز يعني. مساء الخير، مساء الشهرة، هلا والله إلاف خليك في البث، بدخل قص بعد شوي. توقعت انك توصل قريب للفاينل؟ توقعت اني اوصل للفاينل، كنت متوقع اني اوصل، يعني السبب اللي خلاني اوصل للسيمي فاينل هو اني حطيت براسي انه فريد لازم توصل للفاينل، لازم تاخذ الجائزة، تمام؟ بس الحمد لله يعني هذا كله كان مكتوب،
ولو اني ما كنت حاط هذه الفكره براسي كان يمكن طلعت من ثاني اسبوع او ثالث اسبوع، بس لا يعني كنت ماخذ الموضوع بجديه، كنت اشتغل حتى يعني تشوفوني في سديم في ناس يعني متشاركين كانوا يتهاوشون مع بعض زي كذا، انا كنت برا الموضوع يعني ما لي دخل في الهوشات والاشياء هذه، كنت اركز اكثر على التحدي يعني. إلاف تقول لي ريتني حطيتها في بالي. إلاف والله ما اقصدك، ام سوري. اللي ما يعرف ترى إلاف اول واحدة طلعت من سديم، بس ما عليه عادي، خيرة خيرة. اوكي ما بجاوب. بس هل فيه ظلم بتحكيم سديم؟ من وجهة نظري لا. اوكي، هي لجنة تحكيم أربعة، كل واحد له رأيه، فأنت طبيعي إذا واحد اثنين مدحوك اثنين ما مدحوك بتقول الاثنين هذولاك ظلموني، بس كل واحد رأيه، كل واحد ووجهة نظر. يعني أنا سويت فيديو شفت عنه، شفت كنت أحسب إنه فيديو قوي مرة وبيكسر الدنيا وباخذ فيه توب 1 وتعبت عليه، أكثر فيديو تعبت عليه، ولجنة التحكيم قالوا لي إن الفيديو مرة سيء وأصلا كنت راح تدخل دينجر زون. يعني هذا كله ورا الكواليس، ما حطوه في الحلقه، انا كنت بدخل دينجر زون اصلا، فمره مره ضايقت وحسيت اني انظلمت، بس انا ما انظلمت، هذا رايهم يعني. وفي اللي اخذت فيه توب 1 كنت شوي متوقع اني اخذ فيه توب 1، لان الفكره راح اكلم السفاره واشوف شو الوضع، قالوا لي كلمنا الاحد عشان نشوف، مع ان كثير ناس ماشيين خلاص. بس صد احنا قاعدين فريد هيكون الوحيد. لا هتكون الثورة. واتساب اوردر، واتساب اوردر، دور لك على البيت خلاص. بكلم الزومبيز الاردنيين كلهم يجون يعيشون معي في الغرفة، مع انها ما تكون يعني نتعايش مع بعض. المهم اليوم متابعينك ايه كل شوية يقولوا لي تتخلي في فريد، انت ايش؟ قلدي في فريد عشان تيك توك اللي نزلتها. ايش دخل، ايش دعوة، هذا ترند معروف يا جماعة في تيك توك. فعليا انا والله قبلك انت كنت شايفتها لان في يوتيوبر نحبها نزلتها. بعدها شفت لا هذا ترند، هذا ترند معروف بالتيك توك، بس انا اكثر فيديو عربي من بين الاجانب، يعني اكثر فيديو عربي في الترند موجود. فيمكن يقولون يحسبون انا اللي بديت الترند، ولا انا اصلا ما بديت، يعني هو الترند معروف. هو بس انت حفزتني يعني، مع اني انا نعرفه بس انت حمستني. انا عجبني اصلا بعد ما نزلت الاف الفيديو دخلت عليها دايركت وقلت لها، قلت لها عجبني الفيديو ارسلي لي اياه، رهيب مره. انا مش قلت في فريد، انا حمولي. هو كذا الجمهور بعض الاحيان على اي شيء تقليدي عادي. المهم اليوم ابغاك تعلميني سبات ليبيه. لا طبعا. يلا سبات ليبيه، ابغى الحين اسمع سبات ليبيه. اصبر خلينا نشوف لك سبات عاديه يعني تنقال. لا ابغى سبات عاديه. يلا هيسكرونك الباب. نتعلم سبات ليبيه مع بعض يا جماعه. بس السبات الليبيه. يلا وانا بعلمك سبات سعوديه. لا 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 لا. ليه شو اسمها بنت اختك؟ ما ادري بنت اخوك اسمها لاري. لا عيب هذه لاري. تعالي تعالي قولي ما عليك منها عادي يا اخي. عيب قولي لاري، قولي عيب. بعطيكي هودي. لاري بعطيكي هودي. ها لاري بعطيكي هودي. لا يلا يلا لاري سبات لي بيا. هتسبي على الباب، تعالي هتسبي على الباب والله يكمل الباب وبعدين هيكون بيني وبين. اصبر اصبر، في واحدة في التعليقات قالت والله ما عندكم سالفة. دقيقة بس اعطيها بلوك من اللايف عشان تدور لها سالفة احلى من هذه. اوكي يلا كملي. سبب الليبي بسرعة. خليه هو يقول، ما لناش دخل بيه. هو قالها تبي ما يح... ما هي طلعت ما كيف بيقولها. لا 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 هذه لا. يلا اخلصوا علينا، الفيوز قاعد ينزل. يلا قلنا عيب. احد يعطيني سبات؟ والله مش عارف، انا ما نعرفش كلب والله. والله اذا اي احد كتب سبه قويه بليبي والله لقراها.
وانت جمهوري كله اللي بي. انا جمهوري ما حد بيفهم شيء، انتوا اللي بتفهمون. اعطيني مو يلا حد يعطيني سبات والله مش عارف والله. طبعا انا اعطيكي سبه بالسعودي. ها يا اللحتي نعرفها خلاص. طيب انت اعطيني سبه. ها انا اعطيك المرادف بالليبي لها يلا. شلتوت. شلتوت. طيب طيب اوكي اوكي اوكي. يا السبك يعني غبي. لا غير غبي. لا السبك حفتر. شنو حفتر؟ اشياني حفتر. هذا مواضيع سياسة. هذا رئيس الحرب. يا غبي رئيس الحرب ما نفتح الحبسينة. في واحد كتب زمراك. شنو زمراك؟ غريبه هذه. يا جماعه في في دقيقه انتبه. في مغربيين وجزائريين قاعدين يكتبون سبات المغرب والجزائر يا جماعه. لا او ماي جاد. لا مو كذا مو كذا يا جماعه مو كذا. لا والله مو كذا. هذا والله عيب والله عيب. قلنا احنا مسبات زي يا كلب يا حيوان يا حقير يا سافل. مو ايش فيه؟ هدوا علينا يا جماعه والله عيب عليكم. انت اللي انت على فكره نفس السبات احنا والمغرب والجزائر. يعني نختصر الموضوع يعني. اه طيب خلينا نسال الى خلينا نسال شو اسمها. نسيت اسمها. لاري. شو اسمها؟ لاري. لاري ذاكرة فريد. لير ولا لاري؟ لاري. لا اسمها صدقي كذا من جد؟ لا اسمها الحقيقي بلقيس. بلقيس؟ بلقيس. طب ايش جاب لاري لبلقيس؟ امها كانت حابه تسميها لاري بس جدتها كانت حابه تسميها بلقيس فسموها بلقيس وينادولها لاري. دقيقه ثانيه. طيب 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 يا لاري احس اني انادي شخصيه كرتون. وين لاري؟ وات ايش حبيت علينا؟ كنت بسالها اسئله عنك. لا طب يا اله متى اخر مره بكيتي صراحه؟ والله مش بعيد قبل 3 4 ايام يمكن. شنو ايش كان السبب؟ منهاره من الجامعه. تبكين عشان جامعه؟ لاري رجعت صح؟ تعالي اسمعي. ايش هو اغرب شيء شفتي إلاف تسوي؟ اغرب حاجة. شيء اللي على بدنا نصور. ايش؟ افكر لك اغرب شيء فعليا. اوه واحد يقول يا فريد شكل إلاف مضبطة حالها عشانك. تصريح قوي الصراحة. فريد. هذا 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 سؤال حلو. شو اللي قوى علاقتك بإليف وهي طلعت بسرعة؟ جاوب عليهم. السؤال لك اولا. اوكي انا بجاوب. طبعا يا جماعة اللي ما يعرفون ان احنا قبل ما نصور سديم احنا اسبوعين مع بعض. يعني كل المشتركين كنا اسبوعين مع بعض قبل ما نصور سديم. يعني تعرفنا على بعض. يعني تخيلوا اسبوعين تفطر تتغدى تتعشى مع نفس الاشخاص اسبوعين. تخيل يعني 14 يوم تفطر تتغدى غصب عنك راح تتعرف عليهم. راح تشوف مين اللي ينفع تصير صديقه مين اللي ها مو جوك مره مين اللي ها هذا. فاتذكر شو اسمه يعني كنا كلنا مع بعض وإلاف كانت البنت الفرفوش اللي تجمعنا كلنا مع بعض كانت تسولف واجد. قرقر كانت ايش بعد؟ لا بس كانت معطيه طعم يعني للطلعات وكذا يعني. وكانت تبكي لما دخلت دينجر زون كنا نهديها انا ورغد. لا قبلها متذكر اول يوم لما
يعطونا التحدي. وقت كنت نفكر انا اصلا لما آخر الليل. انا وانت ورغد وديجافو في الكافي ومشيت الحمام بكيت رجعت الكافي. اي صح 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 راحت الحمام قعدت تبكي ورجعت ولا كأنه صار اي شيء بتقول له ما في شيء ما في شيء ووجهها مفقع كذا عيونها حمراء وهنا اسود كذا نصابة والله متخلفة كويس لما طلع لي اقسم بالله والله العظيم كان لبسها كله وردي واظافرها وردية تحولت فجأة صارت ايمو واظافرها سودة شعرها كذا نازل في يوم وليلة تخرع انا نفسية عادي نفسيتي تأثر في لبسي يعني بس الله يكرمك باهي لما دخلت لدارة الخطر ليش صوت لرغد مش لإله صدقون ما اتذكر لا صوت لإله صوت لي لا صوت ليش متأكدة متأكدة لا إلا دقيقة يا جماعة استرجع الذكريات ما اتذكر صوت لك لا صوت الرغد رغدة رغد رغدة شنو رغدة بعد واضح انها مضيعة ذي انت صوت لك إلاف اتذكر صوت فريد صوت الرغد والله اتوقع اني صوت الرغد ما ادري ليش ما صوت الإلاف ما... والله العظيم اقسم بالله اسمعه قدام 7567 شخص اوكي صاروا 40 المهم قدامهم هذول كلهم اقسم بآيات الله اني ما قررت انا حق مين بصوت الا لما كنت واقف بينهم وشريف فوق راسي يقول لي فريد من تختار والله العظيم والله العظيم والله العظيم من كثر ما اني يعني كنت اعزهم اثنينهم ما قررت حق مين بصوت الا لما جاء دوري كذا وقفت قعدت افكر كذا طالع مين يسار بعدين قلت رغد وبس وحسيت ان إلاف مو من النوع اللي تزعل قرار صعب يعني لما حطيت يعني تخيل يعني يعني, يعني, يعني يعني تخيلوا شو اسمه تخيلوا انا وديجافو واقفين وانت تصوتين ديم بس بتصوتين حق ديجافو ما انا عارف يعني مع ان انا اللي ساعدتك في اول تحدي بس ما لي امشي هذا مسامح كريم لا ما علينا ما علينا لا انا هنصوت لو وقت حطيت هنصوت عشان نعادل يعني نشوف ما اللي عنده اكثر ونصوت للثاني عشان نطلع منها ونريح عقلي وبتشيلين فكره ان هذا الشخص اخذ من وقته نص يوم وساعدك في تصوير فيديو كامل وكذا ولا لا شوف يعني لو وقتها مثلا مش كنا في اول اسابيع وهيك وكان عارفين نقول اول تحدي انت ما دخلت الدينجر زون انا صورت لك مقطع كامل انا دخلت الدينجر زون انا واعز شخص عندك في سديم بس عاد شخص عندك هذا ما ساعدك مين حق مين بتصوتي والله مش عشان لايفك مش عشان لايف بس على الاغلب انت اللي ساعدك يعني مو اللي ساعد لان اصلا اول حد كلهم صوتوا على اللي ساعد احس طولنا البث شوي ولا ايش رايكم نقفل ولا نكمل وين رغد مشغوله ما تقدر تطلع في البث رغد ورضا ماخذين بريك تبغون تسالوني عن بعد داس ثانيين داخلين اللعب عشان تسالوني يا جماعه والله عيب عليكم خلونا نستمتع اوكي كمل نكمل طيب اعطوني اسئله حلوه احس البث شوي نايم ما ادري ليش انا تعبان اصلا والله يعني اقسم بالله اني ما كنت راح افتح البث بس عشانكم فتحت اتوقع واضح علي تعب مره تعبان وقاعد اكتب سيناريو وعندي اديتنج بس انا ما احب اصور ان انا عندي قاعد اكتب ولا اديتنج
ما احب اصور، بس ان اوعدكم ان كل شيء قريب ان شاء الله. الحين بقول خلاص في خلال اسبوع ان شاء الله كل شيء راح يكون واضح. خلال اسبوع يمكن الفيديو اصلا ينزل، ان شاء الله قبل العيد الفيديو راح يكون نازل باذن الله. اوكي طيب. الناس يقولون دخل كارولين. كارولين طلعت من البث. طلعت من البث كارولين. فخلينا ناخذ لنا كم سؤال بعدين نكمل. اكثر شيء تكرهه الفتره هذه؟ الخمول. اكثر شيء اكره الفتره هذه الخمول، ان اللي انا ابغى اسوي بس نفسيتي ما تسمح. فهمتوا؟ يعني تخيل 3 شهور بعيد عن بلدك، بعيد عن اهلك، عن اصدقائك، ما شفت اي احد من اهلك، امك ابوك ما شفتهم، اخوانك اختك اصدقائك اهلك يعني بشكل عام، ورمضان خاصه رمضان، ورمضان يعني اكل وجمعه اهل وكذا، وما عندك شيء هذا. فاكيد شيء طبيعي الواحد راح ينفس، وفي الهوتيل بعد ما نطلع شيء طبيعي الواحد راح ينفس. وبس والله. ليبيا أو تونس؟ تونس بالنسبة لي أنا يعني. تونس يقولون تونس مرة حلوة. شو كان خليك تصغير؟ هل غيرت حلم طفولتك ولا لا؟ حلم طفولتي وأنا صغير. خلينا نختار السؤال هذا interesting شوي. آخر سؤال. حلمي وأنا صغير، هو ما أتذكر إيش كان حلمي وأنا صغير تذكر، بس حلمي جاء يعني حلمي انا عرفت ايش اللي انا ابغاه بالضبط مو من وانا صغير. لا من وانا صغير اكيد الكل بيقعد يقول كنت ابغى اصير دكتور ولا كنت ابغى اصير طيار، وكلنا صغار اكيد. مستحيل اتحدى احد فيكم ما قال ابغى اصير طيار لما اكبر. مستحيل مستحيل ما حد قالها، او دكتور اكيد واحد فيكم قالها. فانا لما كنت صغير كنت زيكم اقول طيار ولا دكتور ولا اي شيء، بس بعدين لما كبرت ونضجت لا بدات اتعمق في اشياء معينه، وكنت ابغى اوصل رسالتي للناس واشوف اذا في ناس عندهم نفس اهتماماتي ولا لا. والحمد لله الشيء هذا صار، وان شاء الله مكمل عليه وماشيين في تطور. وبس والله. طيب خلينا نشوف ايش في بعد. المهم يا جماعه ثانك يو سو ماتش، شكرا لكل الناس اللي حضروا اللايف. وانا اسف اذا اللايف ما كان حلو، بس على اصلا ما كنت بفتح لايف، بس فتحته عشانكم عشان اسولف معاكم شوي. فالمهم يعطيكم